الوقفة أو هذه التظاهرة، وحبينا نسأل شكون الجهة المنظمة؟ هل هناك جهة أم هو حضور تلقائي وخروج تلقائي من قبل عدة أطراف اليوم للاحتفال بعيد الاستقلال؟ والله احنا انا في رايي اهم شيء في ما يحدث الان هو اننا نبتعد شيئا فشيئا الان عما كان يعد لهذا الشعب. عشنا عشريه فيها يعني علامات نتاع فتنه وعلامات نتاع صراع وعلامات نتاع يعني تقسيم الشعب، وكانت يعني فترة صعبة وصعبة جدا على كل من له عقل ويحس بانتمائه لهذا البلد، وكيف أن هذا البلد بحاجة إلى يعني كل ما يوحده مش كل ما يفرق. ولكن العشر سنين اللي عشناها يعني كانت خطيرة وخطيرة جدا، وكان ممكن على أن البلد ينزلق في ما كان يخطط له وهو الفتنة والحرب وحتى التقاتل. يعني ورينا يعني اغتيالات صارت في تونس، اغتيالات جنود واغتيالات أمنيين واغتيالات سياسيين اللي كانوا عائلتهم كانوا حاضرين اليوم. سيدة مباركة عوينية البرامي وشقيق شهيد شكري بالعيد زادة كانوا حاضرين في التظاهر اليوم، وحتى عائلات الأمنيين والعسكريين عدد كبير راهو من بين قصرين. فكان مهم، كان مخطط نتاع زرع فتنه في صلب الشعب، وهذا الحمد لله اليوم رساله من الرسائل، بما انكم تسالوا على الرسائل، رساله من الرسائل الموجهه للتوانسه هي انه اليد في اليد حتى ننقذوا بلادنا ونخرجوا من هالمحنه ونخرجوا لعالم جديد. الرساله الثانيه هي هل ممكن ان يعني نذهب الى وضع جديد مختلف تماما عن الوضع اللي احنا فيه؟ مثلا ثرواتنا، احنا عندنا ثروات تكفي هذا الشعب 10 ملايين ولا 12 مليون تكفينا باش نعيشوا سعداء. لماذا اذا هذا لم يحصل في السابق؟ لم يحصل في السابق لانه ثم سياسيين ومتدخلين، خاصه اولئك المتدخلين الاجانب. هؤلاء يعني هم حاطين ايديهم، شادين ايديهم على الثروات الشعب التونسي، والشعب التونسي مسكين يعمل ويشتغل ويقرا الى اخره، وفي الاخر يجي اما ما يلقاش شغل وهو حامل شهادة عليا ويتهمش وهو حامل شهادة عليا ويجوع. اليوم فما شعارات رفعتوها لاعاده النظر في بعض الاتفاقيات مع بعض الدول كيما مثلا تركيا او بعض الدول الاخرى. سي احمد، يعني معروف ان الدول الاجنبيه اللي تحاول تتدخل من اجل ان تضع يدها على ثروات هذا البلد وعلى ما يريده هذا الشعب. المهم الرساله الثانيه هو ان نجم نبنيه بلادنا من جديد، نجم نعبر الى وضع جديد، نجم نعبر الى جمهوريه جديده، وهذا مشروع رئيس قيس سعيد، اننا سنذهب وسنعبر الى تونس جديده، تونس مختلفه. هذا ممكن ينعم، ممكن. الشروط الشنيه؟ الشروط هي اولا ان ما نتحاربوش مع بعضنا، ان نحطوا اليد في اليد وان نتعاونوا مع بعضنا، وان تكون ثم قانون وثم عداله. القانون الساعه يطبق على الجميع، ثم ثم عداله بين جميع. حبذا ان يكون سي احمد، حبذا ان يكون، وذا معناها نحبوه احنا وماذا بينا تونس معناها ترجع ما نقولش كما كانت، خير من قبل، خير من قبل معناها في على جميع المستويات معناها. صحيح. مثلا توا الحدث هذا مؤشر ايجابي في فاش معناها عنده رمزيه بخلاف اللي تلميته ويعطيكم الصحه، ورغم اللي الدعوه عامه معناها والحضور تلقائي هك شفت معناها كيفاش اعاده الاعتبار للاعياد الوطنيه. نعم. راهو مسألة هامة وهامة جدا، هذيك حاجات اللي توحد كما قلت انت. ثم حاجة بركة مش نسألك فيها يعني باش نختموا، فهمتني؟ توا الكلام اللي تقول فيه انت ممتاز جدا معناها، ويبعث على الطمأنينة، وكونه ماذا بينا نرجعوا اليد في اليد وتونس نبني، وتونس معناها ما خير وناس كله خيان وناس كل وناس كل تعمل، خاصة نعم. ترجع قيمة تعمل. نعم. يعني مش نسألك حاجة، علاش السيد رئيس الجمهورية إلا في كل مناسبة ويعمل لك تصريح، وساعتك التصريح يعمل معناها يخلق نوعا ما من البلبلة وسوء تأويل، علاش ما يعملش بيان موجه للشعب التونسي ويرسم فيها الخطوط هذه ويرسم فيه إرادته؟ خاطر لابد من إرادة سياسية
ورسم توجهات وخيارات كبرى نتاع بلاد. نحبوا الرئيس يعمل بيان بربي وصلوا هذه، خلي الناس تفهم رواحها وين نحن. هو الرئيس عامل بيان لو نجمع كل التصريحات نتاعو في تسجيل واحد ونحطوهم بالترتيب، اللي يتعلق بالاقتصاد يتعلق بالاقتصاد، اللي يتعلق بالامن يتعلق بالامن، اللي يتعلق بالعلاقات الخارجيه يتعلق بالعلاقات الخارجيه الى اخره. هو هذوكم كلهم مع بعضهم يتحطوا في ديسك واحد كيما يقولوا، راهو يمثلوا بيان. قيس سعيد عنده مشروع، راهو موجود صحيح انه ما عندوش مشروع. مع الاسف الشديد برشا ناس ما يعرفوهوش تو، والله حتى المعارضه يقول لك ما عندوش مشروع. لا خلينا من المعارضه، انا شو نقول لك، المعارضه هذيك عندها موقف يعني رافض للوضع الجديد ويحب يبقى في الوضع القديم، ولكن الشعب التونسي لم يعد يستطيع البقاء في الوضع القديم. 70 سنه اليوم واحنا ننتظروا السياده الوطنيه، 70 سنه واحنا ننتظروا نحكموا في ثروات، 70 سنه واحنا ننتظروا عداله بين الجهات والفئات الى اخره. هل تتوقع سي احمد انه رئيس الجمهوريه باش يتفاعل مع المطالب والشعارات اللي تم رفعها اليوم في علاقه بالثروات الوطنيه وغيرها زاده من الشعارات الاخرى؟ الدليل هو انه شوفوا حركه الراجل، هاو مره في جندوبه، هاو مره في بنزرت، هاو مره في الكاف، وكل مره هو يدور من جهه لجهه. ثم شوف القطاعات، هذه القطاعات يرجعوا رويدا رويدا الى حالتهم التقليديه والعاديه، وخير حتى من قبل. هو اذا قاعد يعمل ممارسته اليوميه تؤكد ان لهذا الرجل مشروع، وسياتي اليوم الذي سيعلن فيه رسميا مشروعه الوطني الذي يقوم على اولا السيادة الوطنية، ثانيا على القانون، ثانيا العدالة بين الفئات والجهات. وضح سي أحمد. سي أحمد، آخر سؤال معك على الملف السوري. سيادتك رئيس تنسيقية إعادة العلاقات مع سوريا وكسر الحصار، في تعليق وجيز جدا سي أحمد من فضلك على عودة العلاقات بين تونس وسوريا، على زيارة بشار الأسد إلى الإمارات مؤخرا وخروج سوريا من الحصار اللي تواصل لسنوات طويلة. يعني سوريا مظلومة، هذا ما فيش حتى شك، والظلم اللي تسلط عليها بالعدوان بتاع 10 سنين، والمصيبة أنه احنا في تونس عاوز نجيو مع أخواننا السوريين اللي نحبوهم يحبونا، مشينا مع ما يسمى بالمعارضة 80,000 إرهابي لمدوهم العالم الكل باش يدمروا سوريا، منهم 10,000 تونسي، وقعت تشفيرهم باش يدمر سوريا. علاش ندمر سوريا؟ سوريا وقت اللي وقعت لنا الفيضانات بعثونا بطوات بقمح، وقت اللي وقعت لنا مشكلة أخرى بيئية حافظ الأسد بعثنا باخرة نتاع قمح، وخيانا احنا وياهم. آلاف الطلبة التوانسة لما نجموش يقراوا في تونس من جحوش، إما لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى، ونمشيوا يقراوا، يمشيوا يقراوا في دمشق. ورحبت بهم من دمشق، وخرجنا علماء وخرجنا اطباء وخرجنا مهندسين من سوريا. السوري نحبوهم ويحبونا، ولكن العشريه السوداء ظلمت السوريين، والان جاء السيد الرئيس لينصف سوريا وينصف العلاقات التونسيه السوريه، ونحن يعني سعداء بهذا القرار المتمثل في اعاده العلاقات اولا، ثم كسر الحصار اللي ضاربينه الامريكان عندهم بين قوسين تقريبا 30 سنه هم عن الحصار على سوريا. نحن مطلوب منا ان نكسر الحصار وان نتعاون اقتصاديا وفي كل المجالات. شكرا لك سيد احمد الكحلاوي من انصار مسار 25 جويليا ورئيس تنسيقيه اعاده العلاقات مع سوريا وكسر الحصار، بارك الله فيك على قبول الدعوه. كنكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم، نشكرك برشا سي فتحي. شكرا اللي رافقنا اليوم، نجلة خليفه هاني زاده كيف احمد المخلوفي في الاخراج التقني، زميلنا سيف الدين بولعريس في الديجيتال، انس الهمامي في ستاندر، كنت معكم سيم حمدي من 11:30 حتى لتوا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في غيكاب جديده في الامان. يا ريتني قابلتك قبل ما اقابل حد.